السلام عليكم. اليوم فيديو جديد في قناة اجي نصيدو. اليوم فيديو غادي يكون مغاير واحد شوية. غادي نديرو فيه بزاف ديال الحويج. غادي نجمعو بوزروك بوصبع. غادي نصيدو على القمران وغنصيدو على السنور. وهذاك الشيء كامل غادي نطيبوه في المصيد. الى بغيتي تعرف كيفاش درنا لذاك الشيء تبع الفيديو حتى الاخر. مهم نتمنى ان كاع اللي كيشاهد الفيديو في هذه الاثناء ما ينساش الضغط على زر الاعجاب. الى مازال ما شاركتيش في قناة اجي نصيدو شارك في القناة باش تعلم تصيد. اول حاجه اللي غادي نديرو هي غادي نهودو نجمعو على بوزروك في اخطر بلاصه. شاهد كيفاش هودنا. دي البلاصه اللي غنجبدو منها بوزروك. غادي الدخله اللي غندخلو صراحه كانت معاناه كبيره باش دخلت للبلاصه. وين بوزروك؟ غادي نجبدو من هنا ان شاء الله. البلاصه هي هادي. كاين شويه زليق نخرجو يا كامل بوز. اوه اللهم يكسر زيد على الله. ركش لغلا زكسي وزرو. في هاد اللحظة اللي كنا كنجمعو فيها بوزروك باغتنا البحر وحفظنا الله. الصراحة كانت اللحظة اللي صعيبة. تقاصرنا بوزروك ناري تورقية بلاصة اللي كندوزو منها. إذا قررنا أننا نهربو من هاد البلاصة بأسرع وقت وبحصيلة اللي كانت طائلة ديال بوزروك. المهم كتشافيو باش شوية ديال بوزروك. المهم البحر عمر علينا بواحد الطريقة وانتوما كتشوفو البلاصة اللي كندخلو منها شاهية. بوزروك ما قدرناش نجلبو كثر. قريت فيه بزاف باش ديما سردو. في هذه اللحظة غادي نجمعو صبع الخادم أو بصبع في واحد اللدة اللي هائلة. وفي هذه الأثناء خرجنا من هذه البلاصة بمشقة الأنفس. هذه هي الحصيلة اللي حصلنا عليها. مهم هذه هي البلاصه اللي غادي نهودو باش نصيدو فيها القمرون والصنور. وفي هذه اللحظه جاب الله هذا السنور. الله يجعل البركه. مهم كانت الفرحه عارمه ديالي انا والريس شلاغلا. كاين عرف الرعده باش شويه عود. ولكن الفرحه ما تماتش. هذه اللحظه هجم علينا البحر
ولكن هذه المرة بقوة حفظنا الله صراحة. من أجل الصياد. أوه لله. في هذه اللحظة هربنا، ما طولناش في هذه البلاصة. يا الله نلقوا في حالنا. ولكن درنا الصنور في الخنشة ديالنا ما تعاتقناش معاه. اسمح لينا. في هذا الأثناء مشينا للشبيكة ديالنا أو القنار باش نجبدوه باش نشوفوا واش فيه شي قمرة. بالفعل عطاق ميرنا طلي على البركة. المهم اكتفينا بهذا القدر، تحولنا من هذه البلاصة. غنبنيو في هذه البلاصة هادي وغادي نكاو الصنو ان شاء الله باش نديرو الشوال. المهم هاهي دابا نزلات فقنا السريسير هذا هو اللي غيحدى لينا. الا تجبدات بحال هكا راه نصبو السريسير غادي نجيو معاه. مفاجأة، سمعت السرسير؟ ماشي السرسير؟ نط كنجري، تخلطوا عليا المشاعر، فرحة مع الخلعة، ما عرفتش شنو هو كاين، ولكن بالفعل كان صنور حاصل. هو سير على علم. أخو كان يلاه وكان سبحان الله قدو قد خوه. كانت معركة دامية مع السنور باش نديرو في الخنشة. انا كون ده وعاود رجعنا نقيو السنور ديالنا باش نكملوه. وهنا المرة الثانية حصلت المفاجأة، ولكن هذه المرة مكان الصنور. كانت أخطر سمكة اللي تقدر تصادفها ويصادفها أي صياد. نتمنى أنكم تأخذوا الحيطة والحذر من هذه السمكة، سمكة المريني اللي معروفة بالأسنان الحادة ديالها. في هذه اللحظة دينا كان قادوا القطبان ديالنا بطريقة اللي كانت صراحة مبتكرة، أول مرة غادي نديرها وغادي نشوفها أنا شخصيا. نتمنى أنكم تخليوا التعليقات ديالكم على هذه الطريقة اللي درنا، وما تنساوش الإعجاب. وفي هذه اللحظة دينا كنقدوا المجمر ديالنا، العويدات ديالنا، الشميعة، شعلنا العويفية، جبنا الجميلة، درنا فيها الحصيلة ديال البوزروق وبصبع اللي جمعنا، ضفنا عليهم الماء، وحطينا الجميلة تسلق. هنا القطوان ديالنا تا هما يتشواو. المهم الطيبات دابا طابو. راك ليا هذا الصنو هذا شتين هذا ولا شتين. بسم الله. كيجا ناضي بلا
إن خيالي. صراحة كانت البنة اللي خيالية، ما نقدرش نوصفها لكم. نتمنى ان كاع اي صياد الا شديتي شي سمكة حاول تنقيها في البلاصة، وحاول تقاد المجمر ديالك وشويها وذوق المذاق وعد عليا. بنة اللي ما غاديش تذوق حالها في الدار. من بعد دينا كناكلو بوزروق وبصبع ديالنا اللي جمعنا. صراحة ما عقلناش على الكاميرا واش كنا كنفيلميه واش نسينا راسنا. وختاما ختمناها بالراس. والى هنا انتهت الرحلة الصيد ديالنا. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، استمتعتوا وتمتعتوا ونشارتوه مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائدة. الى لقينا بزاف ديال الاعجاب في هذا الفيديو غادي نديروا الحلقة الثالثة ان شاء الله. مهم، على بركة الله، إلى فيديو آخر، وأستودعكم الله.